طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود لكم. عندنا بوزارة الدفاع عقد يشترون 12 طيارة، الطيارة الوحدة سعرها 975,000 دولار. ألف دولار بيش اشتروها؟ ب 13 مليون دولار، يعني عقد قيمته 11 مليون دولار وشوية. دفعنا كمسيون رشوة، يعني سرقونا سرقونا. هؤلاء 144 مليون دولار زمن حكومة الأبطال. ما عندك نزاهة تشتغل صحيح، نزاهة تشتغل على الفقراء، ما تشتغل على الديناصورات. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. نتحدث اليوم عن مطالبة أعضاء في البرلمان بانسحاب القوات الأجنبية من العراق، والمصادر الصحفية، هناك صحف تحدثت بأن هذا يأتي ضمن ما يسمى بالصراع الإيراني الأمريكي في العراق. يعني قبل ثلاثة أشهر من أو أقل من ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات في العراق المقرر إجراءها في 12 مايو أيار المقبل، تتصاعد حدة المواجهة بين أحزاب وكتل برلمانية وفصائل مسلحة مقربة من إيران من جهة، وبين رئيس الوزراء حيدر العبادي من جهة أخرى، فيما يتعلق بملف الوجود العسكري الغربي في العراق وعلى رأسه الجيش الأمريكي، والذي يمتلك كما معروف أكثر من 11,000 عسكري، بينهم نحو 6,000 عنصر مخصص لأغراض قتالية. وقد نجحت هذه الكتل كما تشير المصادر الصحفية في انتزاع قرار تم التصويت عليه في جلسة البرلمان مساء الخميس، يلزم رئيس الوزراء حيدر العبادي بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من كامل الأراضي العراقية، ويقضي القرار الذي اعتبر نافذا ليلة الخميس الماضي بتصويت 130 نائبا من أصل 171 حضروا الجلسة، بوضع رئيس الوزراء جدولا محددا بتواقيت زمنية معلنة لجلاء القوات الموجودة بالعراق بعد أحداث 10 حزيران يونيو 2014، في إشارة إلى اجتياح تنظيم داعش للعراق وتشكيل التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة واشنطن. وأبرز تلك القوات كما أشرنا في العراق هي الجيش الأمريكي بواقع يزيد عن 11,000 عسكري موجودين في قواعد غرب وشمال ووسط البلاد، وموزعين بين جنود قتاليين ومستشارين ومدربين وضباط رصد وتحليل معلومات وفنيين، كما تتحدث حكومة حيدر العبادي وكذلك تتحدث الحكومة الأمريكية. يضاف لهم طبعا متعاقدو من شركات أمنية ومقاولون، تليها القوات البريطانية ثم الأسترالية والبلجيكية والكندية والقوات الدنماركية والفرنسية والألمانية والإيطالية والهولندية والإسبانية، وكذلك قوات تركية متواجدة على الأراضي العراقية، فضلا عن دول أخرى لها تمثيل لأغراض التدريب والدعم اللوجستي كالسويد والمجر، فيما تتواجد 4,000 من قوات الباسيج والحرس الثوري الإيراني، إلى جانب ميليشيات الحشد الشعبي في العراق. إلا أنه من غير الواضح إن كان قرار البرلمان أو الأمس يشمل القوات الإيرانية الموجودة على الأراضي العراقية، أم أنها فقط سوف تكتفي بالقوات الأجنبية وعلى رأسها القوات الأمريكية، كون العراق ينفي وجود قوات إيرانية على أراضيه على خلاف القوات الغربية الأخرى. طبعا قيادي بارز في التحالف الوطني الحاكم وهو عضو في البرلمان كشف لصحيفة العربي الجديد عن خطوة ثانية تتبع استصدار القرار البرلماني فيما يتعلق بالقوات الأجنبية في العراق، وأوضح بأن نواب كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي وكتلة الفضيلة والمجلس الأعلى وبدر وبدعم من فصائل الحشد الشعبي في تحالف الفتح الانتخابي سيتوجهون إلى الضغط على رئيس الحكومة لوضع جدول زمني يستهدف خصوصا الجيش الأمريكي قبيل انتهاء عمر الحكومة الدستوري في 30 من الشهر المقبل، كما يتحدث هذا البرلماني.
طبعا مستغلين الحملات الانتخابية في الترويج للأمر من باب الوطنية ومن باب السيادة. وأكد هذا القيادي وجود نية لمساءلة العبادي برلمانيا في حال تأخره في إعلان موقفه من مسألة الجدولة الزمنية لانسحاب القوات الأجنبية من العراق. وأضاف بأن القرار البرلماني لخروج القوات الأجنبية لم يحدد جدولا زمنيا بعينه، بل طالب الحكومة بوضع جدول من دون أن يحدد عاما أو عامين أو حتى 5 أعوام. لكن إذا ما طلبت الحكومة أو ما طلت الحكومة ستتقدم الكتل إلى التي صوتت على القرار الأول بقرار مماثل. طبعا القيادي في التحالف الوطني أشار إلى يعني وجود حراك بعض النواب، والخطوات المقبلة ستتمثل بتفعيل الدستور الذي يمنع وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية من دون موافقة البرلمان. وتوقع أن تشهد العلاقة بين العبادي ومجلس النواب مزيد من التوتر خلال الفترة المقبلة بسبب هذا الملف الشائك. ولفت إلى أنه من غير المرجح أن تكفي فترة الشهرين المقبلين لتحديد جدول زمني من قبل حكومة العبادي، وهو ما تعيه كتل وأحزاب وفصائل مسلحة، لكنها تصر على الضغط على العبادي بحسب قول النائب، وتحاول إظهاره كأنه مدافع عن القوات الأجنبية وخصوصا الأمريكية، وتصنفه في معسكر آخر مقابل لها، وكل ذلك في إطار الرؤية الإيرانية والتنافس الانتخابي بالتأكيد. طبعا المتحدث باسم الحكومة حكومة حيدر العبادي سعد الحديثي قال بأن من حق البرلمان المطالبة بمغادرة القوات الأجنبية، لكن الحكومة لا تزال في حاجة للمساعدة فيما يتعلق بالأمن والعمليات اللوجستية الأخرى. وأوضح في تصريح تناقلته محطات تلفزيونية بأن الإرهابيين كما قال ما زالوا يشكلون خطرا على العراق، لكن عدد هذه القوات من الممكن أن يتغير مع تحقيق مزيد من التقدم نحو الاستقرار الكامل في البلاد. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين وأرائكم حول هذا الموضوع. لماذا هذا الجدل وتصويت البرلمان حول جدولة انسحاب القوات الأجنبية؟ هل هي دعاية انتخابية أم هي تأتي في سياق دعاية انتخابية وكذلك ضغط من الحكومة الإيرانية بانسحاب أو جدولة انسحاب القوات الأمريكية؟ وهل سوف تستجيب الحكومة الأمريكية لهذا بينما تؤكد دائما القوات الأمريكية بأنها باقية؟ وفي آخر تصريح يعني الأسبوع الماضي وزارة الدفاع الأمريكية أشارت بأن القوات الأمريكية سوف تبقى متواجدة في العراق لمدة يعني لا تقل عن 20 عاما في العراق. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية. أبو عمر تفضل. أبو عمر السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. على كذا قرأت الرافدين. حياك الله. كيف تقرأ هذا التصويت من قبل أعضاء البرلمان بضرورة جدولة انسحاب القوات الأمريكية أو القوات الأجنبية بشكل عام؟ والله يا هذول يخيطون يخربطون يروحون يبيعون لنا يباجل أشرف لهم. القوات الأمريكية باقية إلى 20 إلى 200 سنة، زين مو 20 سنة وإنما 200 سنة غصبا ما عليهم. هاي يقولون قوات أجنبية، فما أدري الأمريكي هو أجنبي والأوروبي أجنبي، زين العجمي المجوسي مو أجنبي. أنت لا عندك ويا وطن ولا قومية ولا لغة ولا عشيرة، كل شيء ما عندك أنت ويا هاي القواسم المشتركة. ليش على الأمريكي حرام على العجمي حلال؟ زين ها يربطك الدين مو؟ أنتوا احموا مناطقكم الشيعية، خلي إيران تحمي مناطقكم الشيعية، ما بيها شيء، مراقبتكم وتشتريكم أسلحة SS-400 من روسيا، ما بيها شيء. أنتوا احتوا صراحة ليش هذا العجمي المجوسي لا عندك أنت لغة، اللغة ما تعرف تحكي وياه، زين أنت ليش أنت مرتبط وياه؟ بس بيها إن شاء الله سيطرة إيران عليهم وهم مضيعين الأول والثاني. بس ما يقدرون يطلعون امريكا، ترى امريكا تشحن صفحه صفحههم والله العظيم، ما حلم تشارهم ما له والي يصير زين بالشوارع هنا. فلا يبيعون دعايه انتخابيه، والله شنو راح نطلع الامريكان واحنا ما نوافق وما هذا، هاي كلها كذب. انت لو صدق عندك غيره على بلدك وناموس عندك على بلدك تطلع هذا العجمي اللي دمر بلدك ويا الامريكي. هم في ناس مدمروا البلد، انا يعني ما اقول لك لا اقول الامريكي،
بس ما تقدر تطلع الامريكي هذا من سابع المستحيل قسما بذات الله، قسما بذات الله، وهذا يمين الله علي. اذا قدرت تطلعون الامريكان من العراق زين، والله الا اسوي لكم تماثيل ماكو مثل التماثيل اللي كانوا يعبدوها بني قريش ماكو قبل الاسلام، وخلي على كل تتوجه تعبدكم انتم. اذا تقدرون تصدرون قرار الامريكان، اذا تقدرون عندكم ذكوره او رجوله تسوون عندكم غيره وناموس على بلدكم تطلعون الامريكان، فلا تقدرون تسووها، فلا تقدرون تسووها زين. بس من تطلعون قرار الله لا يحرقوكم حرق راس. ابو عمر حاضر وجاهز. ابو عمر قوات اخرى راح تسمعني، مثل ما يقول منظمات اخرى تنظيمات اخرى ابو عمر يعني من باب الحكومة تتحدث أن القوات الأجنبية اللي موجودة على الأرض هي فقط تقدم المشورة والتدريب، ومن باب يجون الجماعة يوم الخميس قبل يومين بعقد جلسة ومطالبة رئيس الوزراء بجدولة انسحاب القوات الأجنبية. يعني هذه القوات من إجت وأعطت الغطاء الجوي للقوات الحكومية ولميليشيات الحشد الشعبي وغيرها من القوات، وقامت ما قامت به من يعني في المدن العراقية. يعني معقولة يجون مثلا الجماعة والله يقول لهم تعالوا اطلعوا احنا اتخذنا قرار في البرلمان وهم راح ينسحبون؟ والله استاذ هو هذا ذولا شو يسوون؟ هذولا يصطادون بالماء العكر، يقول لك الحجارة وندبها، انفشخت فشخت، كسرت راسهم كسرت ما كسرت راسهم هذا وعوفه، احنا علينا نسويه. هذول لا يحلون ولا يربطون. القوات الأمريكية ما جاية لأجل المشورة، القوات الأمريكية دا تستخدم الشعب العراقي كغنم، قطيع غنم تعتبره، ودا تستخدمه في حروبها الداخلية بالداخل وبالخارج. خلي يكون مثل ما إيران دا تستخدم المكون الشيعي كذلك وتستخدمهم لهذا الغرض، كذلك أمريكا. أما اللي يقول لك مستشارين ولأجل المشورة هذه كلها كذبة بكذب، هذا الضحك على العقول. انت لو ما الطيران الامريكي انت ما تقدر تسوي شيء، انت لو ما الاقمار الصناعيه والاخبارات وغيره وغيره، هاي الاجهزه الحساسه العظيمه اللي وصلت الى مرحله تكتشف الاول والتالي، انت تجي تريد تطلعها والله شنو تحارب؟ والله العظيم هسه لو يطلعون الامريكان قسما بذات الله، السنه ذول السنه يعني هم على وضعيتهم، خلي يسمعوها زين، عربا وغير عرب، السم الموجودين بالعراق قسما بالله على حالهم ماكو الا يحودوهم الى قم وطهران، قسما بالله للحدود الايرانيه يحودوهم كلهم كلهم وكل من يوقف وياهم على وضعيتهم هاي التعبانه هسه اللي تعتبر زين، لا يحودوهم نساء ورجال، نساء ورجال خلي والله العظيم انتم ما عندكم كل هذا. الامريكان ما قصروا بتدمير المدن الموصل والفلوجة وغيرها، يعني الموصل مسحوها مسح. فصايت الأمريكان دمروا. نعم. فصايت الأمريكان الإيرانيين العجل. هي شنو إيران؟ إيران هي تشتغل ويا الأمريكي بالعراق وتشتغل ويا الروسي بالشام. هي عصبين بس السياسة الأمريكية أنا ذكرتها قبل أكثر من سنة. من جدول أوترام قلت لك تغيرت، ذكرتها على قناة قلت لك تغيرت السياسة الأمريكية، وفعلا أمريكا ما محتاجة أن تشعل فتيل الأزمة مع إيران وهي راضية عليها، مستحيل، لكن عندها مكاسب تريد تحصل عليها من الدول العربية ومن الدول الأوروبية. الآن سابقا كانت بس أمريكا هي معاندة إيران من إجا دونالد ترامب، بس أمريكا سياسة إيران، لكن هسه حتى بريطانيا وألمانيا وفرنسا حاطين سكاكينهم على إيران، والله لا يصلخوها الصلخ، هاي العمايم ماكو إلا طشارها مالها والي. من السليمانية شكرا لك. طبعا رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في وقت سابق أن التحالف الدولي سيستمر في تقديم الدعم اللوجستي والمخابراتي والتدريب في العراق. في لقاء مع قناة دوتش فيلا الألمانية لفت إلى أنه لا ينبغي العودة إلى الوراء، في إشارة لأهمية القوات الأجنبية المتواجدة في العراق وعدم الوقوع بنفس الأخطاء التي تم اقترافها سابقا والتي أدت إلى عودة تنظيم الدولة بحسب قوله. نأخذ مقتطف رئيس الوزراء حيدر العبادي. داعش في العراق علينا أن نضمن هذا النجاح الذي تحقق ولا عودة إلى الوراء، وحتى نضمن يجب أن يتم تدريب القوات العراقية، استمرار بتدريب القوات العراقية، تقديم الدعم اللوجستي والدعم المخابراتي. هذه المرحلة مرحلة جدا حساسة الآن،
لضمان أن النجاحات والانتصارات التي حققناها لا تضيع. فنحتاج إلى بعض الوقت من أجل الاستمرار في هذا الإطار. نعم، معنا اتصال. أم زمزم من بغداد، تفضلي أم زمزم. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أستاذ عمر العفو. نعم. القرار إيراني بحت، ليش صدر في هذا الوقت؟ ليش صدر بعد ما ساءت العلاقة ما بين أمريكا وإيران؟ صدر هذا القرار أستاذ. بالنسبة لحكومة حيدر العبادي يلزم العصا من الوسط، يقول للأمريكان أنتوا أبقوا، نأيد بقاءكم في قرارات اللي تصدر، احنا نأيد بقاء القوات الأجنبية وعلى رأسها أمريكا في العراق لأن محتاجها العراق. يريد شي يسوي، يحرك البرلمان طبعا باعتراف حنان الفتلاوي، ظهرت على التلفزيون وقالت جميع الكتل السياسية إنها علاقة قوية مع قاسم سليمان، من ضمنها الديمقراط الكردستاني واتحاد الوطني الكردستاني وجميع الكتل، عندما دافعت عن نفسها ظهرت محاضرتها ويا قاسم سليماني. فهذا القرار صادر من قاسم سليماني، مو صادر من البرلمان، بخروج القوات الأجنبية من العراق، وأهم شيء هي القوات الأمريكية. ليش وين كان البرلمان عندما من 2014 أو من 2003 هي القوات الأجنبية موجودة بالعراق؟ وأنا أركز على 2014 على هذا البرلمان الحالي، وين شنتوا من كان التحالف الدولي في زمن أوباما يسحق الموصل والرمادي وصلاح الدين وسوانا هريسة؟ وين شنتوا؟ شو اتخذتوا هذا القرار الجريء؟ هسه اتخذتوا لأن اتصالاتكم بقاسم سليماني وبالحكومة الإيرانية وبالسفير الإيراني قالكم صدروا هيك قرار، لأن العلاقة ساءت ما بين أمريكا وما بين إيران. أمريكا في زمن ترامب تختلف عن أمريكا في زمن أوباما، فهذا السبب أستاذ، قرار إيراني بحت. وأستاذ حتى ذاك اليوم بالبرلمان عندك محمد ناجي رئيس كتلة بدر. نعم. اللي عاندوا على الموازنة، أقول لك رئيس كتلة بدر محمد ناجي من تعاند على الموازنة وصيح الحشد الشعبي أو الميليشيات الإيرانية، الحشد الشعبي خليه على صفحة، ليش ما تحاكي رئيس كتلة بدر هادي العامري اللي باقي نفط العراق مع الموصل مع القيارة وحتى مع الكركوك والطال إيران، ليش ما تحاسبوه وتأخذون الأموال اللي أخذها وتطوها للحشد الشعبي؟ ليش بدها تخلي الموازنة تمرر محمد ناجي عيني رئيس كتلة بدر؟ نعم. زين أم زمزم، على لسان البرلمانيين والحكومة بضرورة بقاء القوات الأمريكية والأجنبية لأن خطر داعش ما زال على الأرض. زين هم اليوم يجون، يعني هل أمريكا أضحوكة أو لعبة بإيدهم؟ لو دي يضحكون على الناس، يعني دي يضحكون على الناس، والله تعال البرلمان صوت 131 صوت بضرورة جدولة انسحاب القوات الأجنبية. أستاذ هذا برلمان جامد، حكي لا يودي ولا يجيب، بس هسه شوية نشاط بإعاد من قاسم سليمانية بتاخذوا هيك قرار، لأن العلاقة فد مرة ساءت بين الطرفين، بين أمريكا وبين إيران. أستاذ البرلمان مالنا من يوم تأسيسه من 2003 إلى هسه هي كلها قرارات إيرانية، قرارات إيرانية أستاذ، وذولا مو على مود الانتخابات، هذولا أمرهم مو بيدهم، أمرهم بيد الحكومة الإيرانية. وحتى حيدر العبادي أستاذ، أنا قلت لكم دائما إنه حيدر العبادي مع الجانب القوي، هسه هو لزم العصا من الوسط، يصيح إحنا مع بقاء القوات الأجنبية في العراق، وحركوا البرلمان وقاسم سليماني والسفير الأمريكي الإيراني على مود البرلمان يتخذ هيك قرار. بس أنا أقول للسفير الأمريكي إحنا ما نوافق على هذا القرار أستاذ، بصراحة إذا خرجت القوات الأمريكية من العراق إيران راح تسوي سنة هريسة مثل ما يقولون بالعراقي، والله يذبحونا ما يبقون سنة على وجه الأرض. معقول الأمريكان حاملين السنة بالعراق؟ هنكون واقعيين حاليا شلون؟ أستاذ تدميرهم للموصل، لو تدميرهم للفلوجة، لو تهجيرهم لستة مليون، مساهمة بتهجير 6 مليون مواطن عراقي، شنو اللي قدموه الأمريكان للعراق بعد العام 2003 غير الدمار والتهجير والقتل وإلى آخره؟ اسمح لي أستاذ، الإدارة الأمريكية احنا أمزمزم بس يعني نتحدث. نعم. بنقطة احنا قلتي بأنه العلاقة صار سيئة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، شو لا شفنا مواجهة طيارات الأمريكية
تحمي قوات الباسيج والميليشيات الإيرانية في معاركها على أرض العراق، وعقدة صفقات مع تنظيم داعش في العراق وفي سوريا، واطلعوا من هذه المدينة وروحوا لهذه المدينة، شنو اللي قدموه للسنة إذا نتحدث بهذه اللغة؟ زين استاذ، يعني يبقى الوضع على ما هو عليه حاليا. هسه احنا المقاومه قضى عليها هادي العامري وايران واستعملوا قعقع حتى بالفلوجه. زين نبقى هيك احنا هسه احنا جماعه المحافظات المنتفضه. زين شنو الحل اذا ما ننتشي على فد دوله قويه تساعدنا ونطلع ايران؟ ايران الاستاذ دا يعترف، المسؤول الايراني دا يقول احنا مستحيل نطلع من العراق. دا يقول احنا ما نطلع من العراق، واحنا الاموال اللي صرفناها بالعراق لازم نستردها بالعراق وبسوريا. زين اذا ايران نفوذها 100% بالعراق، احنا كمقاومه نقدر نقاومهم استاذ؟ احنا بيوتنا يوميا تتفتش، سكينه من باقين ببيتنا، شلون نقاومهم استاذ باي طريقه؟ بس فهمني يعني اللي قاعد يعني. انا اشكرك ام زمزم من بغداد كانت معنا. اعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقه، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا صحيفة الأخبار اللبنانية كشفت عن مفاوضات بين رئيس الوزراء حيدر العبادي وبين الأمريكيين على تخفيض شكلي لعدد القوات الأمريكية في العراق. الصحيفة نقلت في تقرير لها عن مصدر حكومي قوله بأن حيدر العبادي دخل مؤخرا في مباحثات مع الجانب الأمريكي لخفض عديد القوات الأمريكية في البلاد، واعتبرت إياه خروجا شكليا لضمان عدم خسارة جمهور واسع بحسب تعبير الصحيفة. كما عد المصدر الحكومي بحسب الصحيفة اللبنانية أن القرار البرلماني يأتي في إطار المزايدات السياسية والدعاية الانتخابية المبكرة. عضو في البرلمان ومقرب من رئيس الحكومة حيدر العبادي، نأخذ اتصال قبل ما نستكمل الحديث. معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك عمي، حفظك وحفظ الجميع المسؤولين على القناة. أهلا وسهلا. قبل صار تقريبا أسبوعين. نعم. الإيرانيين يقولوا إحنا ما نطلع، والفلوس اللي خلي الشيعة تعرف، رضائي أولا هو كان رئيس الحرس الثوري الإيراني، وبعدين صار وزير الدفاع، اللي يعرفون هاي الشخصية. والآن رئيس مصلحة تشخيص النظام، يقول كل الدولار اللي خسرناه في سوريا في العراق ناخذه مضاعف. وقبل ثلاث أيام قال متوهم اللي يفكر احنا نطلع من العراق، وكل يعني الأيام الصحافة أنا قاعد نقرأها. نعم. هنا صار تنافس، يعني أنا أقول أختي أم سارة الله يحفظها والأخ العزيز عمر، شيء محتوم ماكو، شيء يعني تقدير قضية الأمر ماكو. إحنا عندنا مشكلة، إذا نتحد نعرف شكو راح يصير. ماكو، العراقيين قاعد يحاربون من نيابة، العراقيين ينطون دماء باكر يقاتلون الأمريكان حتى تجي إيران توافق، وهو توافق ما بين إيراني أمريكي. وده عندي دليلين مصداقين، لما صارت الانتخاب زمن اياد علاوي، اياد علاوي اخذ الاصوات اكثر. نعم. ولكن امريكا وايران قالوا هذا المالكي هو اللي 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 اللي, اللي فينا ومصلحه ايران وامريكا. نعم. وقبل فتره من الزمن العراقيين التحالف الشيعي وغيره طلعت مظاهرات على سليم الجبوري رئيس البرلمان. ايش سوى سليم الجبوري؟ راح لايران
واجا قال انا بعد ما حد يحكي لانه امريكا وايران قبل. هي المساله مساله مصالح، والعراقي يصير طلي فدوى باحتراماتي. نعم. والاخ تم زهاره والاخ الاخ عمر ماكو شيء اسمه محتوم، يعني امر محسوم. انت مصالح. نعم. هذا اللي يريد يبني بالعراق سواء امريكا او ايراني، اول ما يفكر بعيد. اخذوا عبر، شوف الجزائر 130 سنه اخر شيء سوى. نعم. الشعب لا سنه ولا شيعه، الشعب العراقي يقدر كل شيء يسوي ويزيل كل العالم. اذا الشعب اراد الحياه لابد ان يستجيب القدر. فيا اخوان لا تحبطون معلوياتنا، احنا اكبر من هذا. وان شاء الله الزول قبلهم الدوله البويه 200 سنه حكمت بغداد وراحت. هم شي يريدون من عندنا؟ يريدون من عندنا هاي الدوله على الاساس هذا، سني شيعي كردي. حتى يجي الكردي يقول انا الكرد ويصعد بعض على ظهري، والسني كذا. واثنين ترى امريكا ما تفكر بالعراق ولا بالسنه، ما هي دمرت العراق غير السنه؟ السنه اللي هم 4000 بس الفلوجه والسنه دفعوا ثمن. ليش قتلوا الامريكان هوايه ويدرون ما هم مواقف الشيعه ساعة تتردد، اما مواقف السنه فقفه. والسنه عندهم عبر التاريخ عندهم وطنيه اكثر. انا كشيعي احكي عندهم مواطنه، احنا لا تاريخنا احنا كشيعه دائما احنا ولائنا الى مذهبنا اكثر من بلدنا. يا جماعه الخير اذا ما كان عندنا مواطنه. أبو علي انا اختلف وياك بهاي النقطه، يعني اذا احنا ثوره العشرين بدايتها منين انطلقت؟ اخي جابوني واحد من برا. اسمعني عمي الله يخليك. نعم. الو اسمعك. الو اسمعك ابو علي اسمعك. ايه لا انا شوف اقول لك، ذولاك من كانوا يفكرون بالعراق، وبعدين الزوان على جابوا لنا ملك مسلفنا من الخارج. انه اثنين لو تقرا محمد تقي الشيرازي شلون كان مع البريطانيين وشلون قال لهم روحوا، انا اجدادي كانوا هنا يعني شاركوا وانطينا شهداء. ماكو هذا الشيء يعني صحيح بس قليلين. نعم. الشيعي اذا صار طائفي يروح ينتهي، بس اذا يكون وطني يكون يحب العراق لا يقاتل. من كانوا الناس وطنيين قاتلوا، واسم الاخير يعني ماكو في التاريخ 23. يعني والله احنا بدنا نشوف ابو علي نشوف مظاهرات تخوف في المحافظات الجنوبيه، لانه اكثرهم وطنيه. اذا تقريبا تقول مظاهرات تخرج في المحافظات الجنوبيه ترفض الفساد، ترفض طائفية الحكومة، ترفض كل هذه الأمور، وبالمقابل هناك قمع من قبل الأجهزة الأمنية والميليشيات، يعني حتى تدعشين وتبعثين تجعله بعثيا من يخرج ضد تصرفات الحكومة وضد الأحزاب السياسية. يعني شفنا الناشط الخشان، شفناه شنو اللي صار به، انحبس وطلعت مظاهرات لأنه تحدث عن فساد الحكومة. فد ملاحظة رحم الله والديك. هم يقولون نزاهة. هاي النزاهة أنت بس تجيب، يعني أولا كلهم يقولون ما مريد بوقه ونزاهة وما أعرف شنو. بس يسوي قاعد هسه احنا بالشارع الكربلائي بالشارع النجفي دير بالكم على المذهب، راح يروح المذهب ويضحكون على العالم، راح يجون ذول السنة خذناها من عتم. هذا واقع. نعم بالفعل الخطاب الطائفي موجود. نعم موجود. أنا بس ذاك اليوم برلمان أحد الأعضاء البرلمان قال انتوا قلنا سويتونا، قالوا ما تستخبونا يروح المذهب. بربك اكو ثلاثة أربعة قوالي شكوانوا شنو المذهب؟ نعم. منين جبتونا شنو المذهب؟ انتوا براسنا قاعد تحطون على المذهب. نعم. اكو فد شيء يعني قاعد يعني دائما قبل يتهمونا انت بحثي انت موالي نظام انت صدامي. هسه النوم جو قام سووا علينا انت تحب داعشي وانت ما تحب المذهب. معودين يا مذهب من ذاك اليوم الى اليوم. السوى تعال تشوف السنه رفعوا صوره ملك سلمان، ملك فهد، ابو رئيس دوله شو اسمه قطر، سوى لهم احزاب. شنو سوى؟ مو هو نفسيته المالكي الصحوات من طلعوا جماعة الزرقاوي وقال لهم أنا راح أضيفكم صفاهم بعدين قتالهم كلهم. نعم. هذا الواقع. أنا أشكرك أبو علي من كربلاء كان معنا.
طبعا النائب جاسم محمد جعفر وهو مقرب من رئيس الحكومة حيدر العبادي في اتصال مع صحيفة العربي الجديد تحدث بأن الحكومة ممثلة برئيس الوزراء حيدر العبادي مع الإبقاء على القوات الضرورية التي يحتاج لها العراق في دعم قواته، لذلك فإنه من حيث المبدأ سيكون هناك برنامج كامل لانسحاب القوات الأجنبية من العراق بجدول زمني وتنسيق بين بغداد وهذه القوات. أضاف محمد جعفر بأنه لن تكون هناك قواعد أجنبية مستقلة لهذه القوات داخل العراق، وموضوع إلزام الحكومة بانسحاب القوات الأجنبية تقدره الحاجة والمصلحة بالدرجة الأولى، وهو ما تحدده الحكومة كما قال. معنا اتصال أم محمد من السليمانية، تفضلي أم محمد. السلام عليكم أستاذ. وعليكم عمر. السلام حضرتك والقناة الرافدين وكادرها. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. هي يعني النواب البرلمان يقولون إحنا ما نطلع إلا تطلع أمريكا، صدقني ما يطلعون لا أمريكا، خلي يطلع الشعب كله وهم ما يطلعون أصلا، هم ما يهمهم الشعب، لا يهمهم الشعب ولا يديرون بال، كل الشعب العراقي دخل يعوف العراق ويطلع، وتجي أمريكا تقعد وإيران وما يطلعون من البرلمان، كل دعاية انتخابية أستاذ عمر هسه. نعم. حاليا دعاية انتخابية. تزوير 100% وجد هسه موجود التزوير. نعم. زين النواب شلون عيني تعوف البرلمان؟ على من خايفين؟ على العراقيين؟ السابع مستحيل يخافون على العراقيين. هذا العراق مو كله راح، كله هج راح للدول وطلع للاقليم، قاعد بالاقليم. زين هم طلعوا فد يوم سالوا على العراقيين، جو طلعوا للشمال قالوا شوف ايش قد اكو نازحين. نعم. هو من اكو كل سنه هنا نازحين، كل هالسنه نازحين استاذ مصطفى عمر. نعم. العفو. زين هم جو فد يوم قالوا نشوف النازحين شنو معنوياتهم، شنو ديعانون. هم جو سالوا والله اكو منظمات تجي من الدول وتطل النازحين استاذ. نعم. عمر. زين الناس ملتهين بالانتخابات وتشكيل. ايه؟ التحالفات الانتخابيه مو بحال النازحين. والله هذا كله استاذ عمر صدقني كله كذب، هذا كله اعلام يقولون نطلع على مود الشعب العراقي ينتخبهم. والله خلي تخش مو بس امريكا، اتلو تخش اسرائيل وياهم وتستحنه. زين المواطن العراقي اليوم، المواطن العراقي اللي غرق بآخر مطرة هاي اللي صارت، يعني هسه تفكيره مثلا بالقوات الأمريكية اللي موجودة بالعراق لو تفكيره بتوفير لقمة العيش، وكما أشرت أنت إلى يعني معاناة النازحين وإلى توفير الوظائف والخدمات، لو يجي البرلمان يستعرض عليه السيادة والقوات الأمريكية وهي موجودة ومسيطرة على البلد من العام 2003، ياهو الأولى بالبرلمان يصوت عليه؟ لا هذا كله حكيهم كاذب إعلام. أستاذ عمر هذا شيء هم ما يهمهم، العراق يغرق، العراق ما يظل بيه مي، الشعب يموت، أمريكا تستحل العراق، إسرائيل تجي، إيران تخش، كل هذا طمع، كل على مود الفلوس مال العراق. يقول لك الإيرانيين ضغطوا على ذول النواب قالوا لهم إيه؟ اعملوا هذا القرار للضغط على الامريكان للانسحاب من العراق، انت شو تقولين؟ ماكو هيك شيء، بدي اقول لك دعايه. لا ايران ضغطت على النواب ذولا، ايران ضغطت على النواب. ايه؟ قالت لهم سووا هذا القرار حتى تنسحب القوات الامريكيه. يعني ايران لها يد. والله ما تطلع امريكا. ما تطلع امريكا، هي امريكا متفقه هي وايران علينا استاذ عمر. نعم. شلون ايران تطلع امريكا تقول لهم طلعوهم؟ نعم. هي وايران اتفقت علينا، ايران مو العراق كله. شو اسمه خلي واحد هسه حتى يعني تخش البغداد تقول ايراني اذا ما يتخبلون اصلا حتى. نعم. الشعب العراقي جماعه شو اسمه اذا تقول هذا فلان ايراني يقول لك ليش شبيل ايراني هو. زين. نعم. حتى يعني مش شاربين بالوريد مالتهم بالوريد. نعم. ايران مش شربه بالوريد استاذ عمر اصلا هسه هي بالبال مال العراقيين كله ايران. نعم. اكثرها تحب ايران، كلها تحب ايران. هو ايران لو جايه لمصالحها، ايران. نعم. جايه على مود الفلوس هي. اشكرك ام محمد من السليمانيه. معنا اتصال ابو ناصر من تركيا، تفضل ابو ناصر. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لحضرتك وقناتك الرافدين اخي العزيز.
ولا استاذ عمر، يعني احنا من حقنا ان نسال البرلمان اللي نعم. صوتوا على هذا القرار. نعم. هو منو سمح للقوات الغربيه بالتواجد على ارض العراق؟ نعم. وثانيا القرار يشمل القوات الغربيه وحدها والقوات الايرانيه وميليشياتها وياها؟ نعم. طيب قبل فتره قصيره قبل ايام يعني صرح قائد عسكري امريكي بان القوات الامريكيه باقيه بالعراق المده لا تقل عن 20 سنه. طلع واحد من الحكومه وقال له انت منو اللي سمح لك ان تبقى بالعراق حتى تصرح بهذا التصريح؟ نعم. استاذي العزيز استاذ عمر بقاهم كلهم بمناصبهم مرتبط بوجود القوات الامريكيه والايرانيه. استاذ عمر من هسه الى يوم الانتخابات راح نشوف ونسمع شتى القرارات والتصريحات. وطبعا هاي كلها دعايه انتخابيه. القوات الامريكيه زين احنا عندنا اليوم احنا دخلنا الشهر الثالث. نعم. شهر 3 سنة 2018 والجماعه لغايه الان ما صوتوا على الموازنه مال 2018. ومعروف عند اي دوله الموازنه في نهاية كل عام تقر الموازنة المالية للعام المقبل. احنا اليوم شهر 3 الموازنة ما قررها والجماعة متعاركين بيناتهم والنواب يريدون ضمان حصصهم في الرواتب وفي الامتيازات وفي الحمايات وإلى آخره. اليوم جايين الجماعة يقول لك والله جدولة الانسحاب الأمريكي. زين احنا خلينا نفرض وحسب التقارير الأمريكية وحسب تقارير الحكومة تصريحات المسؤولين بأنه خطر داعش ما زال. زين اليوم مثلا خلينا نقول الأمريكان وافقوا أوكي والقوات الأجنبية والجماعة انسحبوا، نفترض جدلا انسحبوا الجماعة وطلعوا كل من راح البلده وإجا داعش ها أو تنظيم إرهابي كما يقولون وسيطر على محافظة بالعراق مثلا لا سامح الله. زين هم يجي العبادي أو رئيس الوزراء المقبل إن كان من الميليشيات أو كان يعني هذا العامري أو أي شخص كان، هم يجي والله تعال يا المجتمع الدولي وتعالوا افزعوا ويانا ترى ذولا مدعومين من دول اقليميه وذولا خطرين والى اخره. شنو يشتغلون عند ابوهم الامريكان مثلا لو القوات الاجنبيه يلا تعالوا اليوم وروحوا باكر؟ يعني عليه من يضحكون، هم عليه من يضحكون. يعني هاي السذاجه واستغباء الشارع العراقي والناس يعني ما معقوله. معروف الامريكان 2003 لغايه الان موجودين بس السفاره بها تقريبا اكثر من 5000 موظف بس السفاره الامريكيه، على من يضحكون؟ استاذ عمر هي هاي المهزله مال الحكومه، هي بالاساس الحكومه صارت مهزله للعالم، كل العالم يعرف بها صارت مهزله. نعم. ولا هي القوات الامريكيه والايرانيه مو متواجده بالعراق؟ زين هم نسوا القوات الامريكيه شنو اللي سوتها بالبلد؟ نعم. وكم الف من المواطنين الابرياء قتلت؟ وكم جريمه اغتصاب ارتكبتها ضد العراقيات؟ البرلمان يصوت على قرار والعبادي يقول بالضد. نعم. يعني قبل صدور اي قرار سواء من البرلمان او الحكومه او المعممين يعني المفروض بالشعب ان يثور ويستمر بالثوره ضد هاي الطغمه. وبعدين نعم. هم الميزانيات القديمه الموازنه القديمه شنو اللي سووها للشعب العراقي؟ شنو اللي قدموها لحتى هسه نعم. يتعاركون عليها؟ بنوا لنا مدرسه، بنوا لنا مستشفى، بلطوا شوارع، شافوا احوال الناس، شافوا المهجرين اللي 7 ملايين بالداخل وبالخارج يا استاذ عمار. شنو نعم. اللي سوت لنا الميزانيات القديمه حتى هاي قاعد يتعاركون عليها؟ هم دا يتعاركون عليها في سبيل دا يريدون يحصلون حصصهم. في قدام دا يريدون ياخذون حصصهم حتى يرتاحون. نعم. المفروض من كل شرائح الشعب استاذ عمر التوجه لهي المنطقه الخضراء هاي الغبراء والقضاء على كل اللي سلطوا على رقابنا. نعم. والا خليه يفكر المواطن العراقي، يعني شنو قدموه مثل من امثال هذا عباس البياتي، مرفق الربيعي، بستاني، المساري، وبقيه نعم. اللي يسمون نفسهم سياسيين، اللي كل دوره انتخابيه احنا نشوفهم نفس الوجوه. نعم ابو كم بس. مره الحكومه انتهكت الدستور؟ كم مره؟ نعم. أبو ناصر من تركيا كان معنا، شكرا لك. نقرأ بعض رسائل الواتساب. نجي على الواتساب. نعم. يقول أخ عمر هسه مشكلة البلد يتساءل، صارت المحتلة الأمريكي ومو هو حاميها حراميها، السياسيين العملاء هم من سرقوا البلاد وهم من أدخلوهم وهم من قتلوا الأبرياء وهجروا العوائل. أخ عمر الشعب لماذا يتساءل؟ ليش ساكت؟ اتحدوا، كافي تفرقة وكافي تبعية إلى العمايم كما يقول. أبو عارف من بابل يقول
طلب النواب انسحاب القوات الأمريكية ليس طلب وطني من ناس يفكرون باستقلال وسيادة بلدهم، ولكن هو توصية إيرانية لهم بإخراج أمريكا من العراق، مع العلم لولا الدور الأمريكي في العراق لما جلسوا في مناصبهم، وهذا يظهر جليا بأن النفوذ الإيراني في البرلمان هي لعملاء إيران، ولو كانوا يفكرون في مصلحة البلد فهناك الآلاف من الملفات في كل جوانب الحياة معطلة ومسروقة بسبب البرلمانيين. أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. المطلوب في العراق، في رسالة من مبروك من الإمارات يقول: المطلوب في العراق حاليا هو العمل من أجل تحديد النفوذ الإيراني باتجاه إنهائه، لأنه يشكل أكبر تحدي وتهديد لمصالح العراق وشعبه، خصوصا وأن الفساد الذي يعتبر واحدا من أكبر العوامل التي تنخر بالجسد العراقي وترهقه إلى أبعد حد، فإن جذوره الرئيسية في طهران شأنه شأن الكثير من المشاكل المزمنة الأخرى التي يعاني منها العراق. طبعا نتأسف من الأخ مبروك لأن رسالته كلش طويلة، فيعني اكتفينا بقراءة جزء منها. معنا اتصال أبو نجم من السماوة، تفضل أبو نجم. حياك الله أستاذ عمر، شلونك؟ الدوم يا أهلا بك، تفضل. شلونك حبيبي؟ أهلا وسهلا بك. شلونك أستاذ عمر؟ خير الله يخليك. أنا ما أستطيع عليكم أنا، وإحنا بالنسبة لهذا المساء أبو علي قبل شوية يحكي. نعم. إذا تسمعني من الموبايل مباشرة تترك التلفزيون حتى ما يصير يعني صوتك يوصل، تفضل. بالنسبة لأبو علي، أنا هاي ذات قناة الرافدين صديقتي، وقناتي هي الخاصة. شوف شلونها، بس الألفاظ لفظها لا حاشيتها لا الدكتورة أجوان الأيوبي الله يستر عليها، ولا حاشيتها أسماء من ديالة من كان سبق وأن، ولا حاشيها حتى ياسين من ديالة، ولا حاشيها حتى أبو عمر قبل شوية، ولا أبو ناصر، بس هذا مدفوع من قنوات أخرى، فإحنا لازم نأخذ يعني نأخذ احتياطات من 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 هاي النماذج اللي تطلع عندك. وأشكرك. شنو ملاحظاتك على كلام أبو نجم؟ أبو كلاماته والله هذا من أزلام رفعة أو أزلام كما تعرف أنت، أزلام الغير رفعة تعرف أنت، كل شيء ما ضيع عليك أستاذ عمر، أنت إنسان إعلامي وتفتهم. وأشكرك على ردك علي من قلت له دولة أهزوا من قام ثورة 20، أنا ما أرد استطيع على الأستاذ اللي أعطاني استصال مشكورا. فهذه الألفاظ هذه ما مو 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 من صالح أبو علي وغير أبو علي، ونعرف كل شيء ونحلل على الكلام شنو. اسأل أبو عمر إيش قد صار له صديق البرنامج؟ هم يتجاوز شيء؟ هم مع ما أبو عمر يحكي بالعصبية، ومع ما أبو عمر يحكي بعض مرات يتحور بالزعل، لكن إحنا نخلي خط أحمر للحكي هذا. شوفون إحنا لحد الآن نايمين بالرمل على باسم خدع الخشام. شوفون لحد الآن نايمين بالأرمال، وكل ساعة مهددين، وكل ساعة حظنا عشاك واقع. وهذا يجيك من نائب أدريمية من جماعة رفحة ما أدري شنو، مدفوع من المكاتب اللي تعرفها أنت، ما يصير أستاذ عمر. نعم، لا احنا لا نقبل باي تجاوز على اي عراقي كان ابدا. انا اعرفك اعرفك ما تقبل واعرف، لكن هذا جماعه المكاتب نعرفهم ونعرف شريانهم، نعرف شريانهم شلون يسولفون. ذول يسمون ضجيج بين الشيعة والسنه. شوف شلون ذولك اخواننا ماسين وحل كلهم بالفلوجه وبالخالديه وبتلعطه وبالمطرقه، هم ماشيين موس بقلوب حاطين موس، نعرف أهلنا ونعرف كل شيء ونعرف نازحينا ونعرف أطفالنا راحت ونعرف كل شيء، مو ضايع علينا حاشي هذا. لكن معود ترى أكو كابوس على قلوبنا متركم. رجاء أبو علي وربع أبو علي هالنماذج هذه تقطع عن الحديث إذا سمحت أخلاقك الطيبة أستاذ عمر. أبو نجم، إحنا اتصالاتنا مفتوحة والآراء كلها يعني طبعا الآراء تكون مختلفة، لكن أي تجاوز إحنا ما نسمح به. يعني أنت حضرتك الآن تفضلت ب طرحت رأيك، ولربما يتصل أبو علي ويوضح وجهة نظره ويقول لك لا أنا مو قصدي مثلا أنا دا أشمل المذهب كله أو أهل الجنوب كلهم،
فالاتصالات مفتوحة، وطبعا لا نقبل بأي تجاوز. والله محييك أبو نجم، وإذا عندك شيء تضيفه تفضل. أنا أشكرك وأشكر الموجودين الكادر كله، ولكن المشكلة اتصال مو من عندنا، من عندكم، وشكرا جزيلا. حياك الله. وإن شاء الله باكر قابلنك شخصيا، أردت برصيدي وأشكرك حبيبي. حياك الله أبو نجم، شكرا، شكرا لك، شكرا جزيلا لك. معنا اتصال آخر. هناك اتصال، انقطع الاتصال. طبعا عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في هذا السياق تحدث بأن الحكومة لا تمتلك أي مبررات لإبقاء القوات الأجنبية في العراق، وأوضح بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي ملزم أمام البرلمان بوضع جدول زمني لخروج هذه القوات، وأشار في تصريح صحفي بأن الاستعانة بمستشارين أجانب لخدمة القوات المسلحة لا يبرر إبقاء أكثر من 5000 مقاتل أجنبي، وبين بأن قرار البرلمان بخروج القوات الأجنبية لا يستثني أي دولة. طبعا كما أشرنا بأن البرلمان صوت الخميس الماضي على قرار يطالب يطالب الحكومة بوضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية، وهو ما اعتبر من قبل السياسيين بأنه استجابة للضغوط الإيرانية، حيث يعني بعض السياسيين منهم مثلا عماد الجبوري أشار في هذا الصدد بأن القوى التي دفعت باتجاه أو التي دفعت باتجاه إصدار هذا القرار انطلقت من سببين: الأول تحقيق دعاية انتخابية مباشرة، والثاني إرضاء لإرادة إيران التي تمتلك القدرة على التحكم بقرارات عراقية مصيرية لارتباط أحزاب وقوى وميليشيات عراقية بها. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن تصويت 131 برلماني بمطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بجدولة انسحاب القوات الأجنبية. هل هو من باب الدعاية الانتخابية أم ضغوطات إيرانية أم ماذا؟ واستمعنا إلى آرائكم عبر الاتصالات وعبر رسائل الواتساب. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.